اهو يا سيدي، الادب العصر الايه؟ الامم. العصر الاموي يا شباب ده عصر جميل جدا، ماشي، كادب من ناحيه، ما بقارنوش بعصر صدر الاسلام كاحداث، لا بقول عصر جميل جدا انه قصير، يعني مش محتاج شغل كتير قوي. بس انت لازم تعرف ان العصر الاموي هنا سمي بذلك نسبه الى بني اميه، يبقى في اختلافات سياسيه حصلت. اولا نقل مقر الخلافه من الحجاز الى دمشق، ودي نقله تانية خالص عشان الامويين هنا. الحاجه التانية ان اصبح الحكم وراثيا بعد ان كان بيعه وشورى، والحكم الوراثي ده يسبب ان يبقى فيه موجود احزاب معارضه، عشان كده هتلاقي كل ده انعكس على الشعر، كل ده انعكس على الايه؟ الشعر. بس هو الاصل العصر الاموي بدا امتى يا استاذ؟ هقول لك بدا سنه 41 هجريا، اللي هو بعد مقتل الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يبقى انتهى عصر الخلفاء الراشدين واصبح الحكم وراثه لغايه ما سقطت الدوله الامويه سنه 132 هجريه. ما هو اللي يبدا بحاجه ينتهي بنفس الحاجه. فهنا الفتره دي كانت فتره فتنه كده في الدوله الاسلاميه، اللي هي الفتره اللي قتل فيها سيدنا علي بن ابي طالب. بعد كده تولى الحكم معاويه بن ابي سفيان، والحكم اصبح هنا وراثه لبني ايه؟ اميه. انا اللي يهمني مش يهمني السياسه، انا ما بنتكلمش هنا على السياسه، الاحوال السياسيه، على قد ما بنهتم على الاحوال الادبيه. ما هو الشاعر انعكاس للعصر اللي هو عايش فيه، فهنا اكيد الظروف الشعريه هتتغير. ما هو معنى ان الحكم بقى وراثه يعني بقى في احزاب معارضه، يعني بقى في شعر سياسي، والشعر السياسي ده يا شباب اللي هو بيعبر عن النزاعات الحزبيه والصراعات بين الاحزاب. واكيد هيبقى في جانب اخر ترفيهي يزدهر الغزل، وهيبقى في شعر اسمه النقائد، ودول الثلاث حاجات اللي كانوا مزدهرين في عصر بني أمية. شعر سياسي زي ما قلنا، يبقى ايه يا استاذ؟ يبقى اللي هو بيعبر عن الصراعات الحزبية والسياسية، نشوفه كده اهو، نزاعات بين الاحزاب. الغزل بقى، الغزل بنوعيه اللي هو الصريح والعفيف، يبقى الغزل بنوعيه اللي هما مين؟ الصريح والايه؟ والعفيف. معلش يا لوحات بتتكرر، لان هنا كانت معمولة عشان تتعرض بي دي اف، بس احنا بنعرضها لكم باور بوينت افضل عشان تنزل المعلومة على قد الكلام اللي بيقوله الاستاذ. يبقى الغزل بنوعيه الصريح والعفيف. هنيجي بقى نعيد اللوحة تاني عشان نشوف النقائد. النقائد بقى ايه هي؟ هي طبعا معارك هجائية، وسميت النقائد لانها تجمع بين نقيضين اللي هما الفخر والايه يا شباب؟ الفخر والهجاء. شوف اللوحة كاملة مع بعضينا. اهي دي اللوحة كاملة اللي هي لوحة الأغراض الشعرية، شعر سياسي، غزل، نقائد. نمسك كل حاجة بقى ونعبر عنها. الشعر السياسي احنا قلنا اللي بيعبر عن النزاعات بين الأحزاب، خلاص. هو الشعر السياسي كان موجود يا أستاذ في العصر الجيلي، بس ما كانش بصورة واضحة زي العصر الأموي. الظروف السياسية هي اللي فرضت ايه؟ اللي فرضت ذلك. الغزل بقى بنوعيه الصريح والعفيف، والغزل الصريح ده يا شباب اللي هو اسمه الغزل الحضري. الغزل الايه؟ الحضري، جاي من الحضاره والمدن، وده كان بيتناول مفاتن المراه الحسيه، وده من الاغراض اللي طبعا قلت في عصر صدر الاسلام، لانها فيها اثاره للايه؟ للغرائز، يعني تعتبر حاجات بتدعو لمحرمات. وكان اشهر شعرائه عمر بن ابي ربيعه. بعد كده الغزل الثاني اسمه الغزل العفيف، وشهرته الغزل البدوي او الغزل العذري. البدوي طبعا نسبة الى البادية والصحراء، والعذري نسبة الى قبيلة عذرة. وتناول مفاتن المرأة المعنوية والجوانب الاخلاقية. يبقى الاولاني يوصف حسي، ده يوصف معنوي. واشهر شعرائه اللي هم بقى قصص الحب اللي انتوا سمعتوها في العصر الجاهلي، جميل بوسينة اللي هو جميل ابن معمر، وكسير عزة، طبعا كسير وحبيبته او محبوبته اسمها عزة، وجميل كان محبوبته اسمها بوسينة، وقيس بن الملوح اللي هو مجنون ليلى، وده كان الشعر او ده الغزل العفيف. طب هو الغزل الصريح ازدهر ليه يا استاذ؟ هقول لك بسبب شيوع الرخاء والغناء. ما هم عايزين كلمات تتغنى، فالكلمات اللي تتغنى لازم تبقى فيها كلمات كده فيها حيويه شويه. انصرف الشعراء عن الكثير من اغراض الشعر بسبب زوال دواعيها، مثل وصف الخمر، فركزوا في في الغزل، او بمعنى اصح الغزل كان هو اللي بيجيب فلوس في الوقت دوت. النقائد بقى
واشهر شعرائها. خدوا بالكم النقائد دي قصائد امتزج فيها الفخر والهجاء، هما سموها نقائد لانها تجمع بين نقيضين، حاجتين عكس بعض، امتزج فيها الفخر والهجاء. الفخر هنا او الفخر بالهجاء، الفخر ان الشاعر يفتخر بنفسه ويهجو شاعرا اخر فيرد عليه الشاعر الاخر بقصيده من نفس الوزن والقافيه، لدرجه ان انت قد تشعر ان هما قصيدتين. يعني انا مثلا هقول لك اشهر الشعراء كانوا مين؟ كان جرير وفرزدق والاخطل. خد بالك جرير وفرزدق دام التهاجي بينهما 40 ايه او 40 عاما، 40 سنه في معارك هجائيه مع بعض. طب ازاي؟ يعني مثلا جرير قال لفرزدق ايه؟ اعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابه. قرنت العبد عبد بني نمير مع القينين اذ غلب وخاب. فلا صلى الاله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابه، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابه. هو الاول افتخر بنفسه ان هو موهبته الشعريه ان شعره بينزل على الشعراء كالصاعقه تقهرهم، ووصف الجريء الفرزدق وهو واقف قدامه ومعاه اتنين من بيساعدوه من اعوانه الشعراء اللي هم البعيس والاخطل، وصفهم بالعبيد، وقال ان دعا على قبيله على بني نمير اللي هي قبيله الفرزدق بالحرمان من رحمه ربنا في الدنيا والاخره. وكمان قال ان لو حطينا لو وزنت حلوم بني نمير، خدنا عقول قبيله الفرزدق وحطيناها على الميزان ما وزنت ذبابه، يعني وصفهم بالتفاهه ايه وانعدام العقل. ايه هنا خد بالك القصيده ايه زي ما اقول لك القافيه بتاعتها ايه اللي كانت ماشيه رقابه مثلا خابه سحابه ذبابه ونفس الوزن، هتلاقي الفرزدق هيرد عليه بنفس الكلام بيقول له انا ابن العاصمين بني تميم اذا ما اعظم الحدثان نابا. لا ده انا من بني تميم اللي هم بيحموا الناس من اخطار الزمان. فانك من هجاء بني نمير كاهل النار اذا وجدوا العذاب، رجوا من حرها ان يستريحوا وقد كان الصديد وقد كان الصديد لهم شرابا. يعني قال له انت وانت بتهجو قبيلتي عامل زي اهل النار وهم بيتعذبوا ويطلبوا من ربنا يخفف عنهم العذاب فيسقيهم من صديد اهل النار. بيعمل اقتباس هنا او بيعمل هنا اقتباس من القرآن الكريم، ده تأثر بقى في العصر الإسلامي، قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهنا بيتكلم يعني عايز يقول لك إن أنت كنت عامل زي اللي كانوا بيتحايلوا واللي بيتعذبوا. وبعد كده قال له إيه؟ وإن تكو عامر أسرت وطابت فما أسرى أبوك وما أطاب. إذا كنت أنت من بني عامر اللي هي قبيلة غنية بس أنت من الفرع الفقير، أبوك هتقول لي هو كده بيعايره؟ أه هي المعايرة كده. ما أصلك الهجاء هو ذكر العيوب الخلقية، ضعف النسب ضعف القبيلة وهكذا، مع بعض بقى شوية الفلفل والكمون بقى اللي بتحطوا كده، البهارات اللي بتتحط على الشعر عشان تسخن الايه الموضوع، سخن الموضوع. اه طبعا ما انت هتعرف اهو، بص معايا عوامل ظهور النقائد ايه اصلا. اولا خد بالك كان في تنافس على الجوائز، جوائز الايه الخلفاء، يعني بعض خلفاء بنو أمية عشان يلهوا الناس مثلا عن بعض عيوب الحكم فيشغلوا الناس يعملوا الحاجات دي. فهنا كان في تنافس شخصي وصراع عصبي وفي انتماءات حزبية. نرجع كده للوحاتنا هتلاقي الكلام دوت، تشجيع الناس لها لقضاء وقت فراغهم في ايه؟ في متابعتهم اهي. طب تشجيع هي الناس بقى هنا اللي زي ما بيقولوا بتحب ايه يعني تجود شوية، فهنا هم الناس بتتفرج بتتسلى. فهنا برضو جرير ده شاعر وشاعر كان بيتكسب برضو من شعره، فهنا تأخذه بقى ايه يعني عايز يقول لك تاخده بقى اقول بقى يعني يبقى فرحان بنفسه مع تصفيق الناس على شعره ويجود بقى ويعمل. وخد بالك جرير رغم ان هو على المستوى الحسب والنسب اقل من الفرزدق، لكن كان على مستوى الشعر طبعا كانوا قالوا ان جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت في صخر، يعني فرزدق كان بيعاني عشان يرد على جرير، وجرير كأن الشعر بتاعه ده بحر ما بيخلصش، عنده موهبة. طيب نشوف بقى بعد كده خصائص الشعر الأموي من حيث المعاني. من حيث المعاني أمد الإسلام الشعراء بثروة خصبة من المعاني الجديدة، وتناول الشعراء معاني الجاهليين في الفخر والهجاء. ما هو خد بالك مش كل الدنيا ما اتغيرتش قوي، فضل كده وفضل كده. طب على القصيدة، القصيدة فضلت متقيدة بنظام القصيدة الجاهلية، أصل إحنا هنلوم عليهم إذا كان أصلا في مدرسة الإحياء والبعث اللي هي كانت في يعني أقول لك إيه في سنة 1800 و يعني كنا في العصر الحديث، فضلت برضه بتقلد القدماء في البدء بالغزل والبكاء على الأطلال أحيانا. ظل الشعراء الحضريون يبدأون قصائدهم ببكاء الأطلال رغم اختلاف البيئة، دول مش عايشين في الصحراء إلا إنهم فضلوا عشان خاطر دي الأصول بتاعت الشعر اللي توارثوها، لكن بعض شعراء الحجاز خلفوا
منهج القصيده، وجعلوا قصائد كامله في الايه؟ في الغزل. بعد كده من حيث الصور والخيال، اعتمد الشعراء على التصوير لابراز المعنى، استمدوا خيالهم من البيئه، ده طبيعي، كان الشعر طول عمره زمان بياخد الخيال من البيئه، جاءت صورهم حسيه جزئيه، بعد كده جت الفاظهم واضحه معبره متاثره بروح القران. وطبعا انا وريتك اهو، يعني قلت لك الشعر بتاع جرير اللي هو فيه معنى ايه قران، بتاع الفرزدق اللي فيه معنى ايه قرانيه، وهنا ولما قال ولا سقيت فلا صلى الاله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابه، ده هنا في ظهور روح الاسلام اهو، صلى الاله وسقيت قبورهم السحابه، لان خد بالك السحاب يعني المطر، والمطر في القران بمعنى الرحمه، فهنا ده تاثر بالمعاني والمعجم القراني. طيب الموسيقى واضحه، واضحه النغم في الوزن والايه؟ والقافيه. ده كان نص العصر الايه؟ الاموي. انا بصراحه ما ينفعش اسيب الطلبه متعلقه كده على درس، فبالتالي لازم اخد بالمره النسر، عشان يبقى كده انتهينا من منهج الايه؟ الفصل الدراسي الاول اللي هو المقرر، شرح وبلاغه وادب ونحو، وحلينا طبعا قراءه متحرره وحلينا نصوص متحرره. المره بقى القادمه هنحل اكتر ان شاء الله. نشوف بقى هنا العصر الاموي كنسر بقى. هنا خد بالك ازدهر الادب في العصر الاموي، وبسبب كثرة الحروب، ما الحروب بتؤدي لقول الشعر وخطب عشان النسر، والصراعات الحزبية والسياسية، وطبيعي في احزاب بتتصارع، كل حزب عايز يعرض وجهة نظره، فكل حزب بقى ليه شاعر، والشاعر بتاعه بيقول شعر يمثل الحزب بتاعه، ونسر يمثل الحزب بتاعه، وهكذا يعني. التنافس بين الشعراء لنيل العطايا اللي كان بينزلها الخلفاء، يبقى هنا كثرة الحروب، الصراعات الحزبية والسياسية، التنافس بين الشعراء لنيل الايه؟ العطايا. طيب ايه كمان بقى يا استاذ؟ هقول لك شوف معايا عوامل بقى ازدهار الخطابة، لان الخطابة دي كانت مزدهرة قوي. اول حاجة كثرة الفتن والايه؟ والحروب، توسع الفتوح وتعدد الاحزاب. بعد كده دي كانت عوامل ازدهار الخطابة، يبقى كثرة الفتن. شوف اللوحة اللي فاتت عشان لو محدش شافها معلش تاني، اهي ليه عوامل ازدهار الادب، كثرة الحروب، صراعات حزبية، تنافس بين الشعراء، دي عوامل ازدهار الادب عموما. لكن عوامل ازدهار الخطابة كثرة فتن، توسع الفتوح وتعدد الاحزاب. عندي كمان بعد كده السمات الفنية للخطابة بقى. بص، من اول ما بدأ عصر صدر الاسلام والخطابة لازم كان فيها تأثر بالقرآن الكريم واستمداد افكار وصور ومعانيه، وكانت ايضا بتبدأ بايه؟ البدء بحمد الله والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض الحكم والامثال، دي لتقويه المعنى. عندي مناسبتها للموقف الذي تقال فيه، يعني الموقف يحتاج شد، تبقى الخطبه فيها ترهيب، يحتاج يعني ان الواحد يرخي، تبقى فيها ترغيب. بعد كده دقه اختيار الالفاظ وحسن تقسيم الجمل. وبعد كده ظهرت الكتابه بقى. هتقول لي يا استاذ ما الكتابه موجوده من عصر صدر الاسلام والرسائل، هقول لك صح، بس هنا تطورت. يبقى متى ظهرت الكتابة؟ ما تقوليش زي بعض الناس اللي بيقولوا ان الكتابة ما ظهرتش الا في العصر الاموي، لا، ظهرت في عصر صدر الاسلام وارتقت وتطورت في العصر الاموي. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمها في المكتبات عشان يدعو الملوك ويدعو الحكام للدخول في الايه؟ في الاسلام. لكن ارتقت قوي في عصر بني اميه، وده بسبب اتساع الدولة وتعدد الدواوين، براعة كتاب الدواوين، وخاصة عبد الحميد الكاتب، لأن خد بالك الكتاب اللي كان يعني الشعراء كانوا بيشتغلوا كتاب عند الخلفاء، هم اللي بيكتبوا الرسائل، فأسلوب الرسائل ارتقى قوي، وخاصة عبد الحميد الكاتب اللي طور هذا الفن حتى أصبح على يديه علما له قواعد وأصول، حتى قيل بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن الحميد، بس بابن العميد عفوا، بدأت بعبد الحميد وختمت بابن العميد. بس يعني هنا المقولة دي مش معناها ان الكتابة بدأت، لا، هي تطورت على ايد عبد الحميد الايه؟ الكاتب. والرسائل كان لها انواع بقى، بدأت تبقى لها انواع ديوانية، ماشي، ودي طبعا الخاصة بشؤون الايه؟ الحكم، واللي هي مخاطبات بين الخليفة وحكام الولايات، والاخوانية اللي هي بقى بين الاصدقاء والاخوان للعزاء والمواساة والتهنئة، وفي خطب ايه؟ دينية. طب هي الكتابة دي كان لها سمات؟ اه طبعا، ده بقت فن، فن لوحده. فهنا الاقتباس من معاني القرآن الكريم وسوره، الاستعانة بالشعر والحكم والأمثال، جودة الصياغة، غلبة الطابع الإسلامي في افتتاح الايه؟ الرسائل. طولنا عليكم.